السلام عليكم. الآن نريد وقت الموضوع مهم جدا، وأنا لا يهمني العدد على أي حال، لأن الموضوع هذا ممكن عاود نرجع له في مناسبة أخرى. أنا نتكلم على قضية هذه، قضية النظام العالمي، قضية الرأسمال العالمي. شيء هو الرأسمال العالمي؟ سي كوا؟ سي با اون انتيتي ابستراكت. واش تفكير تفكير مجازي؟ النظام العالمي هو حقيقة، حقيقة الرأسمال العالمي هو حقيقة، كي نفهموا السياسة تاع حقيقة النظام هذا، وكيف جاء، وكيف يخمم، وكيف علاقته بالعالم الثالث، وما هي علاقته بالجزائر، وما هي علاقته بمصر، وش راه يصرى، نفهموا كل شيء، نفهموا كاع السياسة هذه اللي راهي عايشينها، نفهموا لماذا مثلا، لماذا نطالب الدول العربية بالتطبيع مع إسرائيل، نفهموا لماذا مثلا مصر راهي تبني مدينة جديدة في مصر، لأن علاش؟ لأن النظام العالمي هذا هو الرأس تاع الحرباء. النظام العالمي هو اللي يسير العالم، خاصة العالم العربي، تكلم العالم العربي من المحيط إلى الخارج. ربما النظام العالمي عنده تأثير أقل على دول آسيا والصين وروسيا والدول الآسيوية، لكن النظام العالمي والرأسمال العالمي الغربي، هو أصلاً غربي، عنده تأثير كبير على الدول العربية، هو اللي يسير العلاقات بين الدول العربية وكل ما يجي في الدول العربية. وشنو هذا النظام العالمي؟ النظام العالمي هو البنوك، هو البنك الدولي، لا بنك مونديال، هو الفون مونيتير انترناسيونال، الفون مونيتير، لو اف ام اي، الفون مونيتير انترناسيونال، هو لا بنك فيدرال. La Banque fédérale, c'est la banque mercantile américaine, américaine. Ou le groupe de Paris, le groupe de Bono ou Macaroha de Paris, c'est un cartel, c'est un consortium de banques. Le groupe de Bono Sarira ou Macaroha, Macaroha de Paris. Ou le groupe de Londres, le Bretton Woods, le Bretton Woods. هادو هما رؤوس نتاع النظام العالمي. هادو هما، وهادو هما اللي عندهم لو كابيتال مونديال، كابيتال تاع الأموال خزنا عندهم. شكون يسيرهم؟ سيرهم الرأسمالية الماسونية العالمية، وعلى رأسها بضع عائلات يهودية، هذه هي اللي تسير هذا البنوك. البنك الفيدرالي في أمريكا في يد الماسونية، الماسونية اللي هجرت إلى أمريكا وشاركت في تأسيس الدولة الأمريكية. أمريكا هي أول دولة ماسونية بناها
الماسونيه هما البناؤون الاحرار لي فرانسون. اول دوله بنوها هي امريكا، والبنك تاعها هو اول بنك عالمي قوي يعني باسسوه الماسونيون، هو البنك الفيدرالي، وهي علاش الان الدولار هو الـ هو الـ لاموني دي شانج نتاع كل اغلب دول العالم الغربي، حتى الدول العربيه تتاجر بالدولار. ثم جاءت بنوك اخرى، جاء الـ FMI هذا مونيتير انترناسيونال على مطالب تاع الامم المتحده باش تكون عندها بنوك تشارك كل دول العالم فيها. فون مونيتير انترناسيونال سيتان فون كل دول العالم تشارك فيه، لكن عنده اون اوبيديونس، اوبيديونس فرانماسون، يتبع لا لوجيك ديال فرانماسون. البنك الموجود في ذا سيتي اوف لندن، في لندن في بريتون وود، هذه مجموعة تاع البنوك الموجودة في انجلترا، كونت في القرن 17 عندما هربوا الماسونيون ولا يسموهم لي طامبلي اللي كانوا مسيطرين على اوروبا، هربوا الى اسكتلندا في بريطانيا وهربوا الاموال نتاعهم معهم. قولوا لي لماذا، لماذا الماسونيين مرفهين عندهم الاموال؟ لان الماسونيون اصلا قبل ما يكونوا يتبناوا الفكر نتاع البنائين الاحرار كانوا عندهم فرق تاع يجمعوا لي زامبو على الناس، كانوا يجمعوا لي زامبو على الناس، وكانوا يجمعوا لي زامبو على ياخذوا الاموال ويطبقوا الحمايه، يجمعوا الاموال مثلا في القرون الوسطى عندما في الحروب الصليبيه، اثناء الحروب الصليبيه جمعوا اموال كثيره من عند الناس باش يروحوا يحاربوا يحروا القدس. هذوما لي طامبليي، يسموهم لي طامبليي، حراس المعبد، وهي هذه مؤسسة ماسونية. وبعدين كي صار الاضطهاد في أوروبا وخاصة في فرنسا، كان اضطهاد للماسونيين، هربوا بأموالهم. كي نقول أموال، مش أموال بالمفهوم تاعنا تاع دروك، هي كان ذهب، وكانوا دي ديامون، كانوا أموال مادية مش ورقية، سي دور، سي فايزور دور. إذن كل هاد الماسونيين هربوا لاسكتلندا وأسوا لكاب. الآن أصبحت في أوروبا العاصمة المالية في أوروبا هي بريطانيا، هي لندن المالية، كابيتال كبيرة موجود في لندن، بالضبط في السيتي اوف لندن، كاين منطقة داخل لندن مخزن فيها كميات كبيرة من الأموال، وفي يد الماسونيين، عائلات الماسونيين. وكما نعرف الماسونيون في أوروبا عندهم زوج مدن متمركزين فيهم بزاف بكثرة، كاين هذه لا ميزون غوريون الماسونية المشرقية يسموها، عاصمتها باريس في فرنسا، وكاين الماسونية الأنجليكانية عاصمتها لندن. في أوروبا نتكلم على أوروبا، وهاد الناس هما اللي راهم الآن طبقين سياسة تاع التطبيع، كانت تطبيع مع إسرائيل.
في الأول يعني كنولي نرجع في 10 15 20 سنه من قبل، الماسونيه ما كانش عندها اثر على السياسه الخارجيه تاع الدول، كانش بعد خرجت للعالم، الماسونيه خرجت للعالم في العوام الاخيره من قبل. كانت مفاوضات في المنظمه في الاجتماع تاع الدول العربيه لحل قضيه القدس، كانش مشكله الطبيعه دي ما كانتش مطروحه، مشكله التطبيع ما كانتش مطروحه بهذه الصيغه، مشكله التطبيع كانت مطروحه بصيغه السلام مقابل الارض، سلام مقابل الارض مع اسرائيل. واخر اجتماع اللي طرح هذا الحل هو اجتماع بيروت في 2008، اجتماع تاع بيروت. واش قالوا في 2008؟ قالوا الدول العربيه كلها اجتمعت وقالت انه احنا كدول عربيه نطبع مع اسرائيل بشرط ان تعود اسرائيل الى حدود 67، الى الحدود اللي كانت موجوده في سنه 1967. هذا هو الشرط اللي طرحته الدول العربيه مقابل تطبيع او العوده الى علاقات طبيعيه مع اسرائيل. لكن بعد ما جاء بوش اول، بوش الثاني، وحرب الخليج، وزاد جاء ترامب، وكامل السياسه كلها تغيرت، حتى السياسه المغربيه تجاه القضيه الصحراويه تغيرت نفس الشيء. تقرير المصير الى سيطره كامله على التراب الصحراء الغربيه، والجهد كامل لحق الشعب الصحراوي في تغيير مصيره. في الاول كانت سياسه تاع استفتاء لتغيير مصير في الصحراء الغربيه، بعد نفس الشيء صار في فلسطين. الاول كانت تغيير مصير والاستقلال والحل بالدولتين، الان تكريس الاحتلال نهائيا، وعلى الدول العربية أن تقبل بالحل. الآن تغيرت، قال لك الأمر الواقع، الآن على الدول العربية هي اللي تقبل بالواقع، إسرائيل لا تغير من حدودها، لا تغير من حدودها ولا تنقص من مطالبها، وعلى الدول العربية أن تتغير. هذه السياسة الجديدة يمليها البنك العالمي والرأسمال العالمي، على الدول العربية أن تتغير، مش على إسرائيل أن تتغير. إسرائيل ماضية في احتلال في سياستها، لكن علينا نحن كعرب أن نقبل بهذا الحل. مقابل ماذا؟ مقابل أموال، عندهم أموال كثيرة، نقبل حل التطبيع يعطونا الأموال. هذه السياسة الجديدة تاع ترامب، نقبل بالتطبيع وبعد يعطونا الأموال بالمقابل، نبيع مبادئنا، نسمح في مبادئنا، نسبح في القيم الإسلامية، نسمح في كل شيء، وننصهر في المجتمع الدولي، المجتمع العالمي، القيم الرأسمالية، القيم الغربية. الآن اللي يقبل بالتطبيع نعطوا له دراهم، هذا هو، هذه هي السياسة تاع النظام الدولي، النظام العالمي. حتى ولو عطوا له دراهم مش عطاهم له باطل، يقولون معنى احتلال آخر، احتلال باحتلال، احتلال باحتلال، عشان يعطوا له دراهم، عشان يبنوا له، يعطوا له قروض سهلة، يسهلوا له الطريق نحو الاقتراب، لأن النظام النظام العالمي الرأسمالي ما يصدقش،
ما يصدقش، يتبع المصلحة نتاعو، يتبع المصلحة ديالو. نشوف واحد المثال، نشوف مثلا في مصر، والنظام العالمي هو اللي كان ديريار الربيع العربي، هو اللي كان يمول منظمة حقوق لي دروا سيفيك، وحاول يدير هذا الشيء في الجزائر. أعطوك مثال في مصر، رئيس المنتخب دار الكوديتا محمد مرسي، وجا هذا واش دار؟ هذا وليد النظام العالمي، عطالهم قضى على كاع حركة الإخوان في مصر، كاع زج بيهم في الحبس، واللي قتل قتل منظمة الإخوان المسلمين في مصر، عمرها ولا كانت إرهابية أبدا. منظمة الإخوان المسلمين حسبوها داروها، لبسوا لها التهمة بأنها منظمة إرهابية، ومنعوها من ممارسة، كانت منظمة خيرية، منظمة الإخوان المسلمين في مصر حتى في كل دول العالم هي منظمة خيرية، ما كانتش كاع تلتفت إلى السلطة، ما كانتش عندها هدف باش تلحق السلطة، كانت منظمة خيرية، لبسوا لها التهمة منظمة إرهابية. قتلوا لها كل العلماء عندها. عفوا السيسي واش دار؟ السيسي غرق كاع الأنفاق اللي كانت على غزة، غرقها بالماء. إسرائيل لم تفعل هذا الشيء هذا، علاش؟ لإرضاء نظام العالمي، الرأسمال العالمي. الآن كي رضاو به، ما عطاو له الأموال باش يبني مدينة جديدة، لكن هذه المدينة الجديدة ستعيد بلورة المجتمع في مصر بصيغة جديدة. قل لا إله إلا الله، ما تديش السكن، دير لحية تلقاش الخدمة، هذا هو المجتمع الجديد اللي حيصير في مصر. تلبس القميص ما كاش الخدمة، ديري الحجاب ما كاش الخدمة. هذا هو النظام الجديد، لأن كل المدينة هذه سكن، أنت تروح تسكن كشخص، تسكن في المدينة، هو المجتمع الاستهلاكي 100 مليون مستهلك، أنت واحد من المستهلكين. نعم يعطوك السكنة، يخدموك، تولي عبيد للمجتمع الاستهلاكي، لأن كل المؤسسات التجارية والصناعية والتاع الخدماتية وتاع الترفيهية كلها في يد الرأسمالية العالمية. تعطيك تسكن، بصح لو سوبر مارشي ماشي تاعك، لو سوبر مول ماشي تاعك، لوتيل ماشي تاعك، ليكول ماشي تاعك، انت تولي مستهلك، تولي تغذي في النظام العالمي. هذه هي الخدعة نتاع المدن الجديدة في مصر. الشعب غبي في مصر، الأغبياء، كما كانوش أغبياء، كانوا يتسائلوا على الأقل هي الأموال هذه من راه تجي. مصر بلد كان غارق في الديون، وخبز ما عندهمش باش ياكلوا، يصرفوا باش يشروا هذيك المدن كلها، من جاتهم الأموال؟ كانوا يتسائلوا على روحهم، ما هو ثمن
ما هو الثمن تاع هذه كل هذه المدن اللي راهم يبنوا فيها؟ من سيدفع الثمن؟ هو بسبب التطبيع على أي حال، هذا هو التطبيع. نفس الشيء راه جاري في المغرب، نفس الشيء لكن بكمية أقل. لكن بعد التطبيع، شوف الله، هذه نقولها لكم وشوفوا عليها مليح. انتظروا بضعة سنين، عامين 3 سنوات، تشوفوا المغرب كيفاش تولي لما ولات دبي. كما دبي تولي كما دبي، تولي كما دبي، مروك تولي كما دبي. نعم، بسبب التطبيع تكتشفوا الأموال تتدفق، بصح ما تلحقش اليد تاع الشعب المغربي، ما تلحقش اليد. الشعب المغربي واش يقدر يلحق؟ يلحق ليه؟ يا ربما في أحسن الأفضل، أحسن الأحوال ممكن تلحق له سكنة يسكن فيها، باش يسكن، بصح من بعد باش ياكل، باش يقرا، باش النظام الصحي ديالو، الترفيه الاخر، يدفع الثمن غالي، يدفع الثمن. تولي كي راه كي دبي، دبي تحل الناس باش تجي تسكن عندها، سيرتو الناس اللي عندها الاموال تحللها باش تجي تسكن عندها، لان السكن متوفر مش مشكل، يعطيك السكن. لكن من بعد تكاليف الحياة تولي عبيد، تولي عبيد، تولي تخدم على النظام. تولي مستهلك، تولي انت تعيش في هذوك المستثمرين، الاستثمار هذوك الناس مستثمرين، انت تولي لو كونسوماتور تيب بار اكسيلونس. كما في لو ميم برانسيب كما لا فواتور اون اوروب ولا سبيسيالمون اون فرانس. رحتي لا فواتور علاش با شار؟ سي با شار، يشجعوك باش تشريها. لكن ها تكون في يدك طوموبيل، كي تروح دير ليسونس تخلص غالي خويا، تخلص طوموبيل غالي، كي تبدل لا بياس غالي، كران تريك دوري عندي تو تديها، تديها ريباراسيون، لا لونتروتيان تاعها، كلشي يولي غالي، تولي تخدم عليهم. نفس الشيء راح يصرى في مصر، وفي مصر شغل المشكلة راه أكثر، لأنه هما في مصر الماسونية ولا الرأسمال العالمي كيتوغل في دولة، يستعمل الأقليات، يستعمل الأقليات. هما في مصر يستعملوا المسيحيين، دوك المجتمع ينقلب على عقبه، لأن كل لي مان لي براد لوفي وين كاين السيطرة تتمد كاع للمسيحيين. لي بوست كليك كيما نقولو حنا، لي بوست كليك في المجتمع، باسكو المستثمرين هما اللي يتحكموا في المنشآت تاعهم، يمدوا هما ما يقدروش يتحكموا في كاع الاقتصاد المصري، من المحال، ما يقدروش، هما مستثمرين، لكن يحطوا مدراء تنفيذيين من الديانة المسيحية، ما يثقوش في المسلمين. إذا هذه هي، كي نفهموا علاش، نفهموا كيفاش، نقدروا نفسروا السياسة كيفاش راهي تمشي. علاش هذا الصراع؟ لكي
بكري كانت كما قلنا حنا كانوا يقولوا صراع الحضارات. هذا واحد اليهودي هيتشنسون هذا كتب كتاب، هو الاول اللي خلق الفكره هذه، هدر على الفكره نتاع صراع الحضارات. كانت مصادر مختلفه، ونافي كما قالوا نافي ان موند ملتي بولار، في بليزيور بول دو بوفوار. كانت حضارات، مش كان زوج حضارات، كان كثير. كان كونفوسيوس في الصين، كان البوذيه، كانت عندهم هضره، الناس كانت تروح للهند باش تاخذ الدين تاع اليهوديه تاع الهندوس. كانوا الاسلام، والاسلام ما كانش في قوه واحده، كانوا بزاف مذاهب كثيره. المسيحيين كانوا كذلك مختلفين. اما الان احنا اكتيالمون اون طون فير اون بيبولاريزاسيون او نيفو دو موند. عندنا دو بول، زوج دو بول، يعني ناخذ المشكل هذا تاع نتاع نتاع النظام الراسمالي، وناخذوه من جانب الايديولوجي. لانه الان اصبح العالم انقسم الى جزئين، كان اللي يؤمنوا بربي وكان اللي يؤمنوا بالشيطان. هذا النظام الراسمالي وهذا النظام الاسلامي، هذو هما النظمين اللي راهم يتناحروا، يعني من الناحيه العقائديه، من الناحيه الايديولوجيه في العالم. كاين دو زيديولوجي، هادو كيقولوا ربي خلق الانسان، والاخرين يقولوا الانسان خلق ربي. هذا زوج فكرات اللي راهم تتنحر. هادو هما زوج ايديولوجيات اللي راهي تتنحر في العالم. نشوفوا العالم الاسلامي واش يقول، المسلم واش يقول. يقول العفاف والكفاف، يقول القناعه كنز لا يفنى. هذا هو المسلم، هذه عقيده المسلم، عقيده تبسيط في الحياه. النظام الراسمالي يقول لك لا كونسوماسيون توجور اشتي، ما تقنعش، ما لازمش تقنع، توجور دوموندي بلوس. كيف تناحر ما بين الافكار، هذو زوج فكرات اللي يتناحر ما بينها، تتناحر ما بينها. هذا هو النظام الان. هكذا ولا العالم أصبح حلبة تاع تناحر تاع زوج ديولوجيات بينها. شوف انت يا الجزائر، بما ان الدولة تاعنا محبش تعترف بإسرائيل، محبش تنبع، محبش تعترف بحقوق محبش تعترف بمغربية الصحراء وعلى حق، ونحن على حق. ولات تلقى مشاكل في حتى احنا الجزائر، يعني كي جابوا مدين، ماشي كي جابوا مدين، كي جابوا بوتفليقة، احنا الجزائر قطعنا العلاقات مع النظام الدولي، قطعنا العلاقة، يعني ما عندناش نستدين، ما عندناش دين، ما عادش نديرو الديانة، ما عندناش نديرو قروض من عند بنوك هذوك،
ما عندناش باور في البنوك، رجعنا لهم دينهم تربح، ما زدناش درنا عليهم الدول. هما النظام الأنظمة هذه، لو جروب دو باري، لو جروب دو رونت، لا بانك مونديال، هادو البنوك ما عندهمش غير القروض، تقدر سيرفيس، هادي سيرفيس واحد اخرين يديروا لي زيكسبرتيز، يديروا لا فورماسيون بانكير، يديروا لوديت، يديروا عندهم بزاف لي سيرفيس، تروح ليهم يديروا لك لي سيرفيس هادو وتخلص. زي قطعت كل هذه العلاقة، لأننا نحن الآن الحمد لله لسنا محتاجين الحقيقة، نحن لسنا محتاجين لقروض، لكن هنا فيه 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 صراع، صراع الإيديولوجي هذا فيه بين عباد الله وعباد الشيطان. نولي نفسر على قضية النظام، نتكلم عن النظام العالمي هذا، نتكلم عن النظام العالمي وعلى على مدى المبادئ تاع الجزائر، مبادئ ثورية، مبادئ مبادئ تاع حق. نتكلم على بومدين مثلا، موسى بومدين هو أول رئيس تكلم على النظام هذا، النظام العالمي، بومدين في سنة 1974 أول خطاب له في منظمة الأمم المتحدة، وش قال لهم؟ قال لهم احنا العالم هذا درتوا انتم، درتوا القوانين انتم اللي كنتوا دايرين، واش كنتوا حبيتوا درتوا، احنا كنا غايبين، كنا مستعمرين، كنا الان جينا. قال لهم كاين دوك احنا استقلينا ورانا هنا، قال لهم النظام هذا لازم يتغير، النظام هذا. واش داروا له؟ قتلوه 3 سنوات من بعد، قتلوه 3 سنوات قضوا عليه، لأنه كان ضد النظام العالمي. هذه هي قضية النظام العالمي. إن شاء الله يكون فيها خير. السلام عليكم.